الفرنسيين اختاروا هيدي المنطقة لأنه نقطة وصل بين سوريا وفلسطين ولبنان، يعني هي نص ساعة بوصلون تنقول على فلسطين، نص ساعة بوصلون على سوريا، ربع ساعة على سوريا، فلهيك اختاروا هيدي المنطقة لأنه نقطة وصل بين ثلاث بلدان. هلأ اللي كان مسؤول عسكرياً عن هيدي المنطقة خلال الانتداب الفرنسي كان اسمه جنرال أولي، كان مسافر بفرنسا. خلال سفره اجتمعوا الرؤساء اللي هن ستة لحتى يغيروا شيء بالدستور، فجيبوهم وحبسوهم برشية بغرفة. انسجنوا ثلاث وزراء مع نائب الشمال عبد الحميد كرامي، سليم تقلى وزير الخارجية، كميل شمعون وزير الداخلية، وعادل عسيران وزير التموين والاقتصاد. غرفة انسجن فيها رئيس الوزراء رياض بيك الصلح، وغرفة رئيس الجمهورية الشيخ بشار الخوري. بقيوا 11 يوم. بعد 11 يوم أكيد جنرال كاترو جاءوا وطلعون بناء لتسويات ومعاهدات عقدت بهيديك الفترة. يعني تكتسب قلعة رشية أهمية تاريخية نظراً لوجودها كموقع جغرافي بين لبنان وسوريا وفلسطين، يعني أن قلعة رشية هي القلعة الوحيدة التي تربط ثلاث دول في هذا المحيط. من هنا تكتسب أهمية كبيرة القلعة في هذا الاتجاه، ومن هنا أتت النظرة الفرنسية في الاستعمار الفرنسي لنفي أبطال الاستقلال إلى قلعة رشية. فالقلعة تاريخيا هي يقارب عمرها في حدود 1000 عام تقريبا، وهي يعني كما نرى داخل القلعة هناك عدد من الحضارات تتعاقب على قلعة رشية، وصولا إلى الشهابية التي نرى هنا القناطر الشهابية داخل القلعة. أظن أن اختيار الاستعمار المستعمر الفرنسي نفي رجالات الاستقلال إلى قلعة رشية يعود إلى أن كون القلعة بعيدة عن مركز الثقل الإعلامي في بيروت، وبهذا يكون قد نفى رجالات الاستقلال إلى منطقة لا يهتم لها أحد. ولكن لم يعلم المستعمر الفرنسي أن أهالي رشية وأهالي منطقة رشية سيحتضنون أبطال الاستقلال بهذا الشكل الكبير والمهم. وهنا بدأت تأخذ تفاعلات كبيرة وجود اعتقال أبطال لبنان في قلعة رشية، وبدأت المظاهرات من قبل أهالي رشية ومنطقة رشية في شوارع رشية وفي ساحة سوق رشية بالتظاهر ضد المحتل الفرنسي. يمكنني أن أقول أن شرارة الاستقلال الأولى بدأت من قلعة رشية ومن رشية بالتحديد، وهذا ما كذلك يرويه كبار السن في رشية. بعيد الاستقلال حيكون في عنا تجمع لمدارس منطقة رشية ككل، تقريبا 26 ضيعة حيتجمعوا كلهم بسوق من أول السوق، حيتقدمون علم اللبناني وفرقة موسيقية، فرقة الجيش أو فرقة قوى الأمن، حيمشوا من السوق لقلعة رشية. هالمدارس كل مدرسة حيكون عندها نشاط، حيكون عندها يا مسرحية أو دبكة أو غنية أو فولكلور أو أي شيء. كل مدرسة حتقدم اللي عندها على مدرج قلعة رشية. حيتخلل هالشي أكيد نشاطات مختلفة. حيكون في عنا كمان 3 أعلام لبنانية موجودة بضمن هالبرنامج. 3 أعلام لبنانية حينمضوا من كل الموجودين بالاحتفال. هال3 أعلام حيتقدموا لفخامة الرئيس الجمهورية، لرئيس الحكومة ولرئيس مجلس النواب.